اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين السيدات والساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتقبل الله صلاتكم وصيامكم رسول الله يحدثنا في هذه الحلقة فيقول ألا أدلكم على خير أخلاق في الدنيا والآخرة مجموعة من المسلمين جالسة قالوا بلى بلى يا رسول الله حدثنا قال من وصل من قطع وأعطى من حرم وعفى عمن ظلمه ومن سره أن يطول عمره ويتسع رزقه فليتق الله وليصل رحمه صدق رسول الله ماذا يريد أن يوصل لنا النبي صلى الله عليه وآله من فكرة في هذا الحديث يريد أن يوصل لنا فكرة أننا ولكي نتقدم في حياتنا لو إعتبرنا أن الحياة عبارة عن رحلة من النقطة أليف إلى النقطة باء، نقطعها من خلال هذا العمر. هذه الرحلة إن كثرت فيها الوقفات والعثرات سيفشل الإنسان ولن يصل إلى هدفه مع انقضاء ذلك العمر وذهاب تلك السنين. أين الإنسان الذي يقضي عمره في المشاكل؟ من الإنسان الذي يقضي عمره في الوصول الى هدفه، النجاح في عمله، اكمال دراسته؟ أين الإنسان الذي يضع نظرية علمية أو يساهم في نهضة مجتمع ووعيه من الإنسان الذي يقضي العمر في شرب المسكر وتغييب العقل؟ شتان! كيف اكون ايجابيا واصل الى هدفي واستثمر الوقت علما ان الوقت من اثمن الاشياء، كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه واله ان تمتلك اخلاقا. الاخلاق منظومه الاخلاق هي التي تجعل من تلك الرحله رحله مثمره وسريعه تصل الى هدفك، كيف يا رسول الله؟ انسان ظلمني هل المنطق أن أكسب ذلك الإنسان أم المنطق أن أعاديه المنطق يقول أن أكسب ذلك الإنسان أعفو عنه أنا أريد أن أبين له أنني أفضل منك كيف أبين له أنني أفضل منك كيف أجعله يقتدي بي أعفو عنه يقول النبي أعفو عن من ظلمك هذا واحد ثانيا أريد أن أستثمر الوقت في عدم إيجاد مشاكل ماذا أفعل اصل من قطعني. حين اصل من يقطع معي ساوسع دائرة العلاقات التي امتلكها. اليوم من الانجح؟ ركزوا معي السيدات والساده، من الانجح؟ الانسان الذي يمتلك منظومة علاقات كبيرة ام الانسان الذي لا يستطيع ان يحظى بصديق واحد؟ طبعا الاول هو الانجح. كيف اكون انا ذو علاقات؟ يقول النبي ان تصل من قطعك. انسان كان يبعث لك رسائل على الواتساب او الفايبر او غيره جمعه مباركه بالاعياد بالمناسبات قطع عنك ان تتواصل معه. اجعل لك مجموعه من الاصدقاء والاخوان تراسلهم لكي تبقى هذه الصله موجوده حتى من يقطع معك من اقاربك اذهب واطرق بابه في شهر رمضان او في العيد او استثمر مناسبه. حينما يتأكد لدى الآخر أننا نتعامل مع إنسان خلوق سيكونون إيجابيين معه هكذا يريد أن يوصل لنا النبي صلى الله عليه وآله ثم يقول من أراد أن يطول عمره أنا من أكون أخلاقي راح أكون بارد دققوا معي أرجوكم أنا من أكون ذو أخلاق راح أكون بارد راح أكون أهدأ من أكون أهدأ عمري راح يطول طبيعي لأنه أعضاء الجسدية ما راح تروح ضحية هذا الغليان والغضب والهم والقهر ده تلاحظ كيف؟ كيف كيف النبي دقيق جدا في كلامه من أراد أن يطول عمره نعم يا رسول الله من أراد أن يتسع رزقه نعم يا رسول الله فليصل رحمه أنا أصل رحمي هذا سيزيد في الرزق وفي نفس الوقت سيطيل في العمر مع ماذا؟ مع تقوى الله مع ذكر الله مع الصلاة أنني كلما صليت كلما بثثت همومي إلى الله تبارك وتعالى أفرغ تلك الشحنات السلبية إذا النبي صلى الله عليه واله يدفعنا في هذا الحديث لنكون أناسا ذوي علاقات كيف أؤسس منظومة علاقات عامة لي يقول النبي من خلال ما أوصيك به خير أخلاق في الدنيا والآخرة أكرر الحديث أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وفي نفس الوقت تصل رحمك وتتق الله أرجو ألا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين